الليلة تقريبا على الثنتين ونص، لا مع أذان الفجر، مع أذان الفجر بالضبط اقتحموا البيت عندي، كسروا الباب، ما خلوا أي شيء في البيت، حطموا البيت تحطيم كامل كامل كامل، ما ضل شيء في البيت. تعرضت للضرب يعني من لحظة خروجي من البيت لحد يعني رحنا على المجنونة ورجعوني هان، كل أصناف الضرب أكلنا، كل أصناف الضرب يعني على ريشي على راسي، ضرب مش طبيعي يعني. جاز هذا مقابلة وبحكي لك أنت يعني ما تطب في حماس، ما تتدخل في حماس، خليك في حالك، كله يعني تهديد ووعيد. إحنا الأعداد تقريبا 20 بني آدم، 20 معتقل، رقم واحد كل واحد رقمه، كل واحد على راسه رقمه. طبعا أنت في الجيب يعني تنساش يعني، كل واحد فيهم بأجر فيك، كل واحد فيهم بأجر فيك، ضرب على أغلب الضرب على الراس يعني، أغلب الضرب على الراس.